يوسف البلايلي ينتظر الإجراء اللي هياخده مع أهل جدة. أنا مش عايز يخش في مشاكل، يعني لو هو فسخ مع أهل جدة ولجأ للفيفا وفسخ والفيفا أقرب ده وهيجيب بطاقة مؤقتة يجي على النادي الأهلي، أهلا وسهلا. هنا يبقى لا يدفع ما يحصل عليه اللاعب، لكن اللاعب عنده عروض من أسبانيا وعروض من فرنسا وهو 28 سنة وأحسن لاعب في أفريقيا الموسم الماضي. سبب طلب الفسخ إيه؟ إنه ما خدش راتب 3 شهور، زيه زي مين يا شباب؟ زي حمد النقاص. الأهل جدة بيقول ما خدش فلوس نظير إن هو ما كانش موجود، كان في كورونا، في خصم 50% وهو خد مرتبات كذا كذا، وقرار الاتحاد السعودي ده لا يسري إلا بالاتفاق مع اللاعبين، لا ينفذ بالإجبار، لا ينفذ بالإجبار، لا ينفذ بالإجبار، مفيش حاجة اسمها تتنفذ بالإجبار. فبالتالي يوسف البلاي لا زال على رادار النادي الأهلي وينتظر مصيره مع أهلي جدة، ولديه عروض أوروبية وهو الأولوية عنده لأوروبا ثم الخليج ثم مصر. أتمنى النادي الأهلي ما يتأخرش في حسم صفقة يوسف البلايلي، بس هيختاروا إزاي من غير ما يجي مدير الفني؟ مدير الفني الجديد بقى هو اللي يقول هيقعد مين ويمشي مين وحاجات وروايات وكلام بالشكل ده. يا عم أنا قلت إن محمد إبراهيم يا حبيب قلبي، قلت لك إن محمد إبراهيم خلص من بدري مع النادي الأهلي. يبقى المقص، كان المفترض يخلصوا الجمعة اللي فات أو السبت اللي فات، جت مصيبة فايلر، أجلت كل حاجة يا حبيبي. بعد كده يشوفوا ايه اللي ممكن يحصل، ايه اللي ممكن يحصل. طيب عماد النحاس خارج الجهاز الفني لاي فريق جاي، مش في النادي عماد النحاس. طيب مين تاني بنتكلم عليه؟ اللهم صل على سيدنا. مفيش اسباليت ولا في جريد، ده هجس. اللي قالك على اسباليت ده هجس، اللي قالك على اسباليت ده هجس، واللي قالك على جريده ده هجس برضه. عاوز اتكلم على موضوع عمر خربين، لان انا كنت صاحب الانفراد فيه من 3-4 شهور. عمر خربين عقده هيبقى مع نادي الزمالك في